يسمى جاز امتحان سهل، جا سما ما جاش صعيب بزاف، لي ريفيزا يلقى، وهذه هي سما كيما العوام اللي فاتوا، مش سما حاجه صعيبه. الدراسه كانت نورمال مليحه، لي بافيت كل لابسين لي بافيت، الجال كاين في الدخله، كلش متوفر، وفروا لنا ثاني الماء، تما كلش كان نورمال. يعني كان امتحان متوسط، يعني ما هو صعيب ما هو سهل، نورمال. دنا اليوم سمع عقبنا العربي هي الاولى، جات شوي شوي ميشها وين سهله وميش صعيبه، خلاص ما تقدرش تقيس. واش هي تاهل؟ قلت لي 6 شهور ما حبست الشيء اللي قريته تنساه، ومن بعد تعاود شي تكمل اللي ما قريتوش. دكا اللي فيها خير ما اللي جيبها ربي مرحبا بها وخلاص. ستريسي بزاف باسكو كنا بزاف ما قريناش، وشو كان المواضيع في متناول الجميع، ماشي حاجه صعيبه بزاف. مام كانوا معنا الشيوخ آلاز ساعدونا في كل الشغل، ما ضغطوش علينا. لغات اجنبيه، عقبنا لغه عربيه، يعني نقولوا الموضوع كان في متناول الجميع، اللي قرا يلقى.